يعني لو انا قليت بالزيت، انا عارفه انه مره او مرتين بالكتير ونرميه، ولا من ممكن اول مره. من هو اول مره؟ هو طبعا يعني حاولوا يتجاوزوا ويقولوا ما يغليش اكتر من مره، هي من اول مره هيطلع منه المواد المؤكسده وهيبقى ضار. يبقى احنا نستخدم ايه؟ الرشاش. دلوقتي انتشر حكايه الزيت اللي ايوه عليه رشاش، نستخدم الرشاش في اي حاجه زيوت وما نحمرش، سواء زيت زيتون او زيت ذره او اي زيت طول من الزيوت النهار كلها. الوصفات يقول لك حطي الزيت ولما معاه شويه زبده واقلي بيهم، ولا اعملي بيهم، ولا حمري البصل فيهم، والكلام ده هما كله. يعني لا انت عارف لازم، ايه؟ لازم نقول انه لا، مش صحي ده. لا غير صحي. البطاطس، الطعميه، الفراخ البانيه، اي حاجه رش عليها رشه زيت وتتقلب مرتين وخلاص، تستوي على كده والناس تاكلها، يبقى كده حاجه صحيه. هتتحمر هتضرينا صحيا، وبتبقى مواد مؤكسده، مواد مسرطنه، وتالت حاجه مكلفه جدا كميات الزيت اللي الناس بترميها في الاخر. صح، تمام. انا عملت حاجه اكتشفتها، انا بحب اعمل حاجات من غير زيت ولا زبده، فعملت لسان عصفور من غير حاجه، حمرته في ولا حاجه بس في ناشف. احتفال كده. لا يعني حمرته، قعدت احمره لغايه ما فلقيته ناشف قوي، حرام كان غلس، فحطيت له الزيت بعد ما استوى وهو خلاص ما بقاش فيه نار، فكان عام قاعد طبيعي، بدل ما احطه على النار واقعد احمر عملت صح فيه. ولا هتودينا في داهيه يا ستي دي؟ بدل ما انا قلت بدل ما احمر فيه فيبقى كده ما سخنتش هو الزيت. في بيعملوا طريقه تانية، ان هو بيكون بيعمل الشوربه الاول وبتاخد منها حبه صغيره لا، صغيره لسان قوي. عصفور زي الرز، مش شوربه لسان مش شوربه عصفور. لسان لا عصفور، برضه ممكن تعمليها في التيفال وتقعدي، بس لازم هتتعبي انك تعمليها بالمغافه الخشب دي كده لغايه ما تاخد اللون بتاعها وخلاص، وحطيها في رز عادي. انا قصدي ان اضافه الزيت بعد ما اخلص الرز او بعد ما لا اخلص كده الاكل صحي، كده احسن. كده صحي. برافو بيطلع طعمه حلو، بس عليكي. بيطلع طعمه حلو. جدا. طيب ايوه طعمه طبيعي زي التاني عندنا بالظبط. عزومه على ايوه.